الحكام في العربية السعودية، أنتم مسؤولون بالدرجة الأولى عن الدماء التي تسفك في العالم الإسلامي. المؤسسة العلمائية الوهابية، أنتم المسؤولون عن الدماء وعن المجازر والفتن التي حصلت في العالم الإسلامي. هناك الزلازل والفتن، حتى نقرأ حديث البخاري صحيح، لأن البعض سمعت أنه يشكك في الحديث. لا، أنا لا أذكر حديثا هنا إلا ويكون هو حديث صحيح معتبر. هناك الزلازل والفتن، وين نجد؟ ومنها يخرج قرن الشيطان وإليه يعود. فاتقوا الله يا حكام العربية السعودية، يا العلماء في العربية السعودية، يا علماء الوهابية في كل العالم، اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.